موعدكم مع نهلة جلال في برنامج صحتين وهنا برعاية سنتر شاهين. يا مساء الهنا، معاكم نهلة جلال في برنامجكم صحتين وهنا من سنتر شاهين. هنعمل النهاردة مع بعض الكريسبي بوتيتو، ومكونات النهاردة هي مكعبات بطاطس مسلوقة وعليها الملح بتاعها، معلقتين زبدة كبار، بيضتين، بقسماط، جبن مشكل موتزاريلا وشيدر أحمر وأبيض، معلقتين بقدونس وشبت كبار، حبة بهارات كاري، كركم، قرفة وكمون وملح وفلفل. هنشيل الحاجات دي على جنب كده لحد ما نهرس البطاطس. هننزل عليها الزبدة ونهرسها تاني علشان يمتزجوا مع بعض كويس. هنحط البقدونس والشبت ونقلبهم بايدينا كده عشان نشوف القوام بتاعها بقى عامل ازاي. هنقلب البهارات كلها دي مع بعض، هناخد نصهم تقريبا علشان هنحط الباقي على البقسماط، وهنحط حبة بصل بودر وحبة فلفل صغيرين. هنقلب البهارات مع البقسماط والفلفل على البيض. نبدأ نشكل البطاطس، نشوفها قوامها عامل ازاي، ناعمة طرية عايزة شوية بقسماط او حاجة، وهنضيف شوية بقسماط علشان القوام بتاعها يبقى متماسك شوية. هنعملها على شكل كورة كده، وبعدين نبططها ونحط شوية جبنة مناسبين لحجم الكورة، ونقفل واحدة واحدة كده عليها ونحطها في البيض. هنعمل كذا واحدة ونحطهم في البيض يستريحوا شوية، وبعدين هننزلهم في البقسماط، ندحرجهم كده ونجيب صينية نحطهم فيها وندخلهم الفريزر شوية علشان نقليهم لما يجمدوا. في وق غويط زيت غزير وسخن، هنحط البطاطس واحدة واحدة، عايزاهم بس لونهم ذهبي والنار ما تكونش عالية قوي لما احط البطاطس. هنطلعهم في طبق، هنحط شوية بقدونس كده على الوش وصحتين وهنا.